هلو ايفري ون، ويلكم باك. ورجعنا تاني ولاد بعد الفاصل عشان نحل مسألة جميلة 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 خاصة بكيناماتيك ايكويشن او ايكويشن اوف موشن لأوبجكت موف باي كونستانت اكسلريشن وليس كونستانت فيلوسيتي. ان اوبجكت موفينج اكوردنج تو ذا ريليشن تايم ايكوال، بنجيب التايم من الريليشن دي، هاف الفي فاينل ماينس 6. Find the initial velocity of the object. Number B, the acceleration of the object motion. Number C, the distance covered by the object in 10 seconds. بمنتهى البساطة يا شباب، الريليشن الجميلة دي هنكتبها بهدوء. Time equal half the velocity النهائية minus 6. Time equal half الفلوستي النهائية ماينس ايه ولات 6. وبالتالي شاب هقول ان انا عندي هاف الفي فاينل ماينس 6 ايكوال تي ايكوال التايم هتبقى، ومنتهى البساطة يا شباب انا عايز في فاينل لوحدة اتكلم معاها، ممكن يبقى هنودي النيجاتيف 6 هناك. تمام، يبقى انا عندي هنا التايم بالبوزيتيف، يبقى 6 جايلها نيجاتيف 6 بالبوزيتيف برضه، هي كانت بالنيجاتيف تروح بايه بالبوزيتيف، يبقى انا عندي هنا هو 6 بلس تايم، وعندي هنا هاف الفي فاينل، يبقى انا عندي الفي فاينل ايكوال وات يا اولاد 2 هنا تروح الناحيه الثانيه، يبقى 2 تايم 6 12 بلس 2 تايم اه 2 تمام 2 تي. طبعا في ناس بتنسى تقول لي توتي الاثنين الناحيه الثانيه، وب 2 في 6 ب 12 وتنزل التايم عادي، ما تكتبش 2 ما تضربش في ال 2 دي، طبعا غلط، خلي بالكم من القصه دي. طب المعادله دي تشبه اي معادله من الكيناماتيك ايكويشن؟ المعادله الاولى، برافو، هقول تحتيها في فاينل ايكوال في انيشال بلس بلس ايوه سامعك اي تي. تمام، وبالتالي هنا شباب هنقول ان في انيشال بكام؟ ب 12، والاكسيشن بكام؟ ب 2. يبقى الفي انيشال equal what 12 meter per second والاكسيليشن ب 2 متر بير اي سكند سكوير. مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني يا مستر انيشال فيلوسيتي جبتها، مطلوب الاكسيليشن اوف ذا اوبجكت موشن جبتها، عايز الديستانس كفرت باي ذا اوبجكت ان 10 سكند، هو عايز الديستانس المقطوعه في 10 ثواني. طبعا هنستخدم المعادله الثانيه اللي بتقول دي مسافة تساوي في initial في time plus half ال a t square plus half ال a t square. الفي initial يا شباب ب 12، نكتب 12، التايم قايل لي بعد 10 ثواني، plus half ال a، ال a بكام يا ولاد؟ هتبقى 2، ال a قايل لي ب 2 جبناها ب 2، والتايم سكوير قايل لي 10 second يبقى 10 باور 2، وبالتالي هنا 120 بلس هاف 2 تطير، يبقى هنا 10 تطلع ب 220 متر يا ولاد قولا واحدا. ثانك يو فور واتشينج سيس، كنتم مع مستر وجيه المصري، تابعونا.